أهلا بكم من جديد. إذن أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة رمشي بتلمسان 9 أشخاص الحبس المؤقت، 3 تحت و3 أقول تحت الرقابة القضائية، على خلفية شجار بين عائلتين متصاهرتين في الرمشي. راح ضحيتها 4 قتلى، وفتحت مصالح الأمن تحقيقا في هذه القضية التي تعد سابقة في مدينة الرمشي. كما تقوم قوات الشرطة بتطويق سوق الماشية والعمارات المقابلة له وقرية سيدي أحمد أين تقطن والعائلتين، فيما تتواصل التحقيقات في القضية. نبقى دائما في غرب الوطن، حيث خلف الانهيار الجزئي للطريق المزدوج الموجود تحت جسر زيبانا بوسط مدينة وهران، والذي يعتبر المنفذ الوحيد المؤدي إلى الكورنيش الوهراني، ازدحام واختناق في حركة المرور في ظل التوافد الكبير للسيارات من داخل وخارج الولاية، خاصة ونحن في موسم الاصطياف. بعلم الإمام رصد لنا التالي. والبو هذا ما جاش في جا في وقت وين كاين بزاف التوريزم عندنا، وخلق مشكله كبيره، و سي با نورمال تصرى المشكله هذه في الوقت هذا، باسكو كاين بزاف يجيو بارتو، يجيو من فرنسا. هذا الانزلاق على ما يبدو كان من شده الاشغال الانتوري على المنطقه، والمنطقة بالك ربما فيها الماء، معروفة المنطقة وهران معروفة بالمياه الجوفية، وإن شاء الله نتمنى للسلطات المحلية يشوفوا حل سريع لهذا المشكل. نورمالمون يكون فيها نونتروتيان، كي دير طريق يفو كي ان سويفي. ودروك هنا راك تشوف الاكتظاظ ثاني تاع السيارات في مدينة وهران، سورتو كي حل الموسم الصيفي هذا، اللي كيديروا ثاني اون سوليسيون بوغ سا. من جهتها السلطات المحلية كانت حاضرة في المكان لمعاينة الحادث وأخذ كل التدابير للتقليل من الأضرار. إذن مشاهدينا الكرام، خلف حريق مهول نشب الأمس أو اليوم بواحات النخيل ببلدية تمنطيط 12 كيلومتر جنوب أدرار خسائر مادية تمثلت في إتلاف العشرات من النخيل المثمرة بهذه الواحة دون تسجيل خسائر بشرية، حيث أتت ألسنة النيران على مساحة تفوق 10 هكتارات حسب مدير الحماية المدنية بأدرار، والذي أكد أنه تم السيطرة على الحريق وإخماده بعد تسخير إمكانات ووسائل بشرية ومادية لهذا الغرض. صحيا الآن، يعاني مرضى القصور الكلوي ب8 راست من نقص التكفل الطبي بسبب النقص الفادح في المستخدمين والإمكانيات المادية وآلات تصفية الدم، والأمر الذي جعلهم يطالبون السلطات المحلية بضرورة وضع انشغالاتهم في قائمة الأولويات التي يجب عليهم إيجاد حلها. عبد الرزاق حاجي. كل صراحة ما إيش مصلحة، سمعت نطلب السلطات بمصلحة جديدة سميتو تكون فيها كل الشروط المواتية للدياليز. أطالبهم بتحسين الوضعية وإنشاء مركز جديد على مستوى الولاية لتحسين وضع جماعة الدياليز. رانا نعانوا هنا من نقص الأجهزة. أنا إيش نطلب؟ نطلب باغين دياليز مقر مسقم، وباغين ماشين يزيدونا ماشين. هذا واش نطلب منه؟ عدد المرضى اللي عندنا في المصلحة هو 63 مريض، وعدد الأجهزة 9 أجهزة، والمشكل اللي عندنا هو نقص الأجهزة والاكتظاظ في عدد المرضى ونقص في المستخدمين. نتمنى من السلطات إن شاء الله إنشاء مركز كبير في الولاية ويزيدونا في المستخدمين الصحيين طبيين وشبه طبيين. دائما في القطاع الصحي، ومن أجل تمديد خدماته الصحية المقدمة للمرضى، تم تخصيص 11 مليار سنتيم لإعادة تأهيل ما تضرر بمستشفى ترشين إبراهيم بغردايا بسبب تسربات المياه. عاصم بخاري وحميد عودي. 11 مليار سنتيم هو ما تم تخصيصه لأجل تأهيل سماكة سقف مستشفى ترشين إبراهيم بغردايا الذي أوقف به إجراء العملية الجراحية بسبب تسربات المياه. خصصنا عندنا غلاف مالي بحوالي 11 مليار و500 مليون، خصصنا منه يعني غلاف مالي هام لإعادة السقف نتاع خاصة الاستجابة الطبية، خاصة البلوك اوبيراتوار اي لي سيرفيس اوسبيتالي تاع لو بي اش تاع غردايا. هذا المستشفى الاول على مستوى الجنوب الذي يتوفر على اجهزه طبيه جد متطوره كادت ان تتلف بسبب التسربات.
التوصيات اللي رفعناها والشيء اللي قرر السيد الوالي انجز على ارض الواقع. انا نظن باللي الخدمات الصحيه على مستوى الولايه ككل رايحه تلبي المطالب تاع المواطن والمواطن المريض. لما نقول المواطن المريض، حاله النفسيه للمريض مش كالحاله العاديه. هناك حوالي 70,000 ساكن على مستوى قراره. Il y avait une polyclinique qui abrite actuellement le PH. راه هي تعمل كمستشفى، كوحده مؤسسه شفائيه بالقراره. الى حين استكمال عمليه التاهيل، يبقى الواقع الصحي بغردايه يطرح العديد من التساؤلات حول الميكانيزمات المسطره في هذا القطاع الحساس. تلقى الشباب والبطال بولاية خنشلة مبادرة لإدماجهم من خلال البرنامج الوطني والدولي في إطار دعم توجهه الدولة الحكومة الجزائرية ضمن برنامجها الاجتماعي والاقتصادي الذي يتماشى وسياسة الدولة الجزائرية لدعم وترقية الشباب. هذا البرنامج المتواجد حاليا في 4 ولايات وهي وهران، عنبة، بشار وخنشلة، في انتظار تعميمه على باقي الولايات. عمر عمري. من أهم الأهداف التي تسعى إليها الجمعية أولا الكشف عن التراث الثقافي للمنطقة والمنطقة والتعريف به من أجل المحافظة عليه وإعادة بعثه. كذلك من أهم الأهداف نجد العمل على دراسة الظواهر الثقافية المميزة للمجتمعات من أجل المحافظة عليه وتقديمه ووضعه في سياقه التاريخي والحضاري الصحيح وتقديمه للآخر بشكله الحقيقي. في إطار البرنامج فيه ما يسمى بنداء لتمويل، وهذا النداء مفتوح لكل الجمعيات. فيه عمل يعني إعلامي إن شاء الله يكون أوسع بحيث يوصل لأكبر عدد من الجمعيات، على أساس أنه اللي رايها الجمعيه اللي حاسه روحها قادره وتستجيب لهذا النداء تتقدم. فلاحيا يطالب سكان الشريط الحدودي لولايه تلمسان السلطات بضروره دعم قطاع الفلاحه وايجاد حلول بديله عن التهريب الذي راح ضحيته معظم شباب المنطقه. امين مسعودي. هنا بأقصى نقطة على الشريط الحدودي لولاية تلمسان مع المغرب، الإجراءات الأمنية المتخذة توحي بانتهاء زمن التهريب ليبدأ سكان المنطقة في رحلة البحث عن البديلة. قطاع الفلاحة ملجأهم الوحيد باعتبار أن الشريط الحدودي يتوفر على مساحات وأراضي شاسعة، لكن غياب الدعم ومخططات لتنمية المناطق الحدودية جعل من سكانها وخاصة الشباب يعانون في صمت. التهريب ما بقاش، كملوا مع التهريب ما بقى والو. دروك التهريب خصهم البديل، خصهم باش يضمنوا المستقبل تاعهم، خاطر ما عندهم، راهم مهمشين، ما كان والو، ما كان، خصهم يدبروا لهم، يخدموا، يدبروا لهم خدمه، يدبروا لهم البديل، يدبروا لهم، خصهم مساعده، خصهم اللي يوجههم، راك فاهمني؟ خصهم اللي يوجه هاد الشباب. انت راك تشوف بلي هاد الشباب هادو اللي كانوا يهربوا قادرين يخدموا الفلاحه؟ قادرين يخدموا الفلاحه، يكون يصيبوا زعما اللي يوجههم واللي يدعمهم واللي يعاونهم يخدموا، يخدموا غايه الغايه كاع. البديل هي كلمه على لسان كل مواطن بالشريط الحدودي لولايه تلمسان. الشباب فيما يخص الميدان الفلاحي بدات تمرت به، في كما نقولوا غرس اشجار الزيتون، اشجار تاع الخوخ، تاع المشمش، ولكن دروك رانا حنا طالبنا السيد الوالي فيما يخص الاعانه تاع حفر ابار باش نساعدوا من اجل التنميه والاقامه بهذه المنطقه في المجال الفلاحي. اذا هي ازمه حقيقيه يتخبط فيها الشباب وسكان المناطق الحدوديه الذين طالبوا السلطات الوصيه باتخاذ اجراءات عاجله ووضع مخططات تنمويه خاصه. يجد العديد من شباب ولاية عين تموشنت متعتهم في فصل الصيف بالقفز من المرتفعات الصخرية رغم ما تشكله من خطر كبير يؤدي للموت في بعض الأحيان. التقرير لكمال بوعز عبيد وحميد عودي. يفضل الكثير من المصطفين في عين تموشنت الشواطئ الصخرية غير المحروسة، أين يستعرضون إمكانياتهم في القفز منها، لكنها كثيرا ما تتسبب في حوادث الغرق. احنا نبغوا نعوموا هنا في وادي حلب، سكنوا غير هنا في ولاد كيحل، نبغوا نجوا هنايا نعوموا في الروشيات، خاطر الشط عيان وفيها الوسخ وكاع، نبغوا نعوموا هنا في الروشيات. ريسكو، احنا نبغوا ريسكو، ما خافوش، نعوموا في الروشيات، نقزوا من العلاوه، في الشط فيها البز،
ما تقدرش تنقش في الشاطئ. شاطئ الهلابة تيموشن تم تصنيفه ضمن الأماكن غير المسموح للسباحة فيها، إلا أن شيئا لم يمنع هؤلاء الأطفال من الذهاب إليه رغم صغر سنهم. أنا كافر هنا، أنا نبغي نعوم هنا رشيد. والديك يخلوه؟ نورمال. على بالهم بلا تعوم رشيد؟ كل يوم حداهم نعوم. تشوف غاشي بنات تحشم تدخل في شي واحد خصو تكون موجة كبيرة وما تلقاش وين تعوم. تمام، شنو اسمك؟ انا مبشار. مبشار وقت ريسكي هنا في الروشيات نورمال؟ نورمال، انا نعرفو وين نعوم ونعرفو بالشاطئ الشتا كامل يا بيسين لا بيسين. تملي هنايا ما تخافش؟ ما نخافش نورمال. والديك على بالهم بلي تعوم في الروشيات؟ على باله كاع، راهو في بالشارع على باله. خطر كبير يحدق بالمصطفين خاصة الأطفال منهم في الشواطئ غير المحروسة، وتجنبها هي أفضل طرق الوقاية. وصلنا إلى ختام الموعد المحلي، لكن يمكنكم متابعة برامج قناة النهار على اليوتيوب وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، كما يمكنكم تحميل تطبيق النهار لأجهزة الأندرويد على جوجل بلاي بكتابة النهار تيفي بالعربية والفرنسية لتصلكم إشعارات الهام والعاجل. تقبلوا تحياتي في أمان الله.